الدائم في هذه الحلقات فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي، فرحبوا به معي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله بكم. أكرمكم الله بكم. أكرمكم الله سيدي. سيدي، الآية اليوم هي يوضحها مثل من أمثالكم. الآية من سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كيف لهذا المخلوق الضعيف أن يرجو لقاء الخالق العظيم القوي جل جلاله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. لو أخذنا مثل من الجيش، بل في جيوش الأرض كلها، في مراتب، في مجند، في جندي، في عريف، في مساعد إلى آخره، ملازم، نقيب، أعلى شيء فريق. هل يستطيع مجند في جيش أن يفتح باب الفريق، قائد الجيش يدخل بلا استئذان؟ يكاد يكون مستحيل. هذا مستحيل في كل جيوش العالم، في نظام، لأنه إلا في حالة واحدة، ابن هذا الفريق يسبح في مسبح فغرق، فهذا الجندي ألقى بنفسه في البحر وأنقذه. هذا الجندي الذي قدم لهذا الفريق خدمة لا تقدر بثمن، يستطيع أن يدخل عليه بلا استئذان. فمن كان يرجو لقاء ربه، من أنت؟ أنت لا شيء، خالق الأكوان، خالق الأرض والسماء، الذات الكاملة، كمال مطلق، خالق الكون. أنت كمؤمن بعمل صالح تستطيع أن تقبل عليه، أن تدعوه في الليل، أن ترجوه، أن تسأله، أن تستعيذ به، أن تحتمي به، أن يكون الإله معك. وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. لكن هناك معيتان، معية عامة كقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، معكم بعلمه فقط، ومع الكافر، مع الظالم، يعلم ما يصنع. نعم، لكن المعية الخاصة مهمة جدا: إن الله مع المؤمنين، معهم بالحفظ، معهم بالنصر، معهم بالتوكيل، معهم بالتوفيق. فإذا كان الله معك فمن عليك؟ خالق الكون معك، هل تخاف أحدا؟ معاذ الله. يعني إذا واحد فرضا ابن قائد الجيش، هل يجرؤ إنسان بكل هالجيش أن يضربه؟ مستحيل. تقريبا التقريب. فإذا كنت مع الله كان الله معك، هي المعية الخاصة. إن الله مع المؤمنين، معهم بالنصر وبالتأييد وبالحفظ وبالتوفيق. نعم. إذن سيدي، ثمن لقاء الله أن تخدم له عباده أبدا. وعندئذ عند الله لا يضيع شيء، مهما كان العمل بسيطا لا يضيع، هو الخالق. العمل الصالح يعني هو أولا صالح لأنه يصلح للعرض على الله، ومتى يصلح؟ إذا كان خالصا وصوابا، خالصا ما ابتغي به وجه الله، وصوابا وافق السنة. هذا العمل الصالح هو الرسالة إلى الله، هو الوسيلة إلى الله. فمن كان يرجو لقاء ربه، اخدم يتيم، أطعم مسكين، ارعى أرملة، اعتني بالأيتام، قدم مساعدة لجمعية خيرية، أنقذ إنسان من ورطة كبيرة جدا. والطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق، بل إن علة وجودنا في الدنيا العمل الصالح. والدليل القوي: الإنسان إذا شرف الموت، ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا، مو لعلي أنهي البناء، لعلي أعمل صالحا.
لأن العمل الصالح علة وجود الإنسان في الأرض. وسمي صالحا لأنه يصلح للعرض على الله. ومتى يصلح؟ إذا كان خالصا وصوابا. خالصا ما ابتغي به وجه الله، وصوابا ما وافق السنة. نعم سيدي، لو نعود إلى في الوقت المتبقي إلى الآية، قل إنما أنا بشر، لماذا كان سيد الخلق بشرا؟ لولا أن النبي بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر. يشتهي كما نشتهي، ويخاف كما نخاف، ويرجو كما نرجو. لولا أنه بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر، لأنه انتصر على بشريته صلى الله عليه وسلم. بينما الفساق والفجار انهزموا أمام بشريتهم. قل إنما أنا بشر مثلكم، وفي الحديث في صحيح مسلم إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، لكن قال بشر مثلكم يوحى إلي. هذه هو بشر كالبشر تماما، إلا أن الله ميزه بالوحي، فالوحي كلام خالق الأكوان، يعني هو دعوته كمال مطلق. الإنسان إذا فكر درس نال دكتوراه، يعني في العمل الأغلب يصيب ويخطئ، الخطأ وارد، إلا أن الوحي من المطلق، فما كان مدام الوحي من المطلق مطلق في كماله، لا يمكن أن تجد في كتاب الله ولا في ما صح عن رسول الله خطأ مطلقا. أنت مع منهج صحيح قويم ما في عليه خلاف أبدا، لذلك مستحيل وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تعصيه وتربح. نعم. إذن سيدي، هي الحالة بشر مثلكم يوحى إلي، لأن هناك اليوم دعوات لوصف النبي صلى الله عليه وسلم قائد مصلح عبقري. هذا لا يجوز إطلاقا. جميع الصفات التي يوصف بها المتفوقون العباقرة القادة المطلب، لا، هو نبي معه وحي السماء، معه تعليمات الصانع، معه منهج الله عز وجل. في فرق نوعي، مو فرق بالدرجات، فرق نوعي. هذا معه وحي السماء، أما ما سواه معه ثقافة الأرض. ثقافة الأرض هي عبارة عن علم وفلسفة وفن. علم ما هو كائن، والفلسفة ما يجب أن يكون، والفن ما هو ممتع. فالوحي من نوع آخر، الوحي من السماء، من المطلق، من خالق الأكوان، الوحي من المصمم، من الخبير، من العليم، من الرحيم. أسماء الله كلها حسنى، هذا الوحي من نوع آخر. فأي أكبر خطأ أن نقارب بين وحي السماء وبين قوانين الأرض، في فرق كبير. القانون يصنعه إنسان، يصنعه بعقله الباطن لمصلحته، وما ينطق عن الهوى دائما وأبدا. القوانين تلبي مصالح واضعها، نعم، وقد تنسى مصالح الآخرين. أما خالق الأكوان، الخلق كلهم عياله، فوحي السماء بينصف الحاكم من المحكوم، والمحكوم من الحاكم، والقوي من الضعيف، والضعيف من القوي، والغني من الفقير، والفقير من الغني. خالق الأكوان جميعا عباده. أما النبي الكريم لعظمة نبوته ذاق القوة والضعف، والغنى والفقر، والشهرة والتعتيم. هو في الحالين كان كاملا، فهو قدوة للفقراء والأغنياء معا، وللأقوياء والضعفاء، وللأصحاء والمرضى. أذاقه الله من كل شيء طرفيه الحدين، فهو قدوة لنا. نعم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. يعني التوحيد نهاية العلم، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. دقيق. وما أرسلنا من رسول، أي من استغراق أفراد النوع، أي رسول إلا نوحي إليه، نقطين،
ما سيأتي بعد النقطتين ملخص دعوة الأنبياء جميعا، أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. علماء ماذا قالوا؟ نهاية العلم التوحيد، ونهاية العمل العبادة. أنت بين فكر تؤمن به وبين حركة تقوم بها، الفكر توحيد والحركة عبادة، فإذا وحدت الله وعبدته حققت الهدف من وجودك. نعم، جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، شاكرا لفضيلة شيخنا ما تفضل به من هذه الكلمات والأمثال الطيبة. إلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.